ينضم إلينا من عمان سركيس شوبريان المحلل الأول للأسواق المالية العالمية في مجموعة أكويتي. سركيس، برأيك يعني سنسأل هل ستتمكن الشركات الأمريكية عن التخلي عن هذه الشركات؟ يعني هناك الكثير من الشركات نتحدث عنها. هل تسمعني؟ سركيس، هل ستتمكن الشركات الأمريكية التخلي عن شركاتها مع الشركات الصينية؟ مرحبا في البداية، وأعتقد كجواب مختصر أستطيع أن أشير إلى أن الشركات التامة مع ثاني أكبر اقتصاد في العالم لن تكون سهلة خلال الفترة المقبلة. ومؤخرا شهدنا الرئيس الأمريكي ترامب في أيامه يتوجه إلى التجديد أكثر فأكثر على الشركات الصينية، وخاصة التكنولوجية منها، في محاولة لتقليص التأثيرات الخارجية من الصين، مع اتهامات الرئيس الأمريكي ترامب في أن هنالك شركات تابعة حكومة أو تابعة للجيش الصيني. لكن في الحقيقة لو نظرنا إلى أرقام التبادلات التجارية ما بين الولايات المتحدة والصين، إن كنا نتوجه بالفعل إلى قطع العلاقات ما بين شركات التكنولوجيا الأمريكية والصينية، وحتى إن كانت علاقات تجارية تامة، فهذا لن يكون بسهولة خلال بضعة أشهر أو على مدى عدة سنوات، بل سيكون على المدى الطويل جدا. نحن نتكلم عن ثاني أكبر اقتصاد في العالم، وهذا الاقتصاد مؤثر وطالما كان ذو تأثير كبير في الولايات المتحدة الأمريكية. وأعتقد بأن الولاية الجديدة من الرئاسة الأمريكية مع جو بايدن سوف تكون أكثر ليونة بالنسبة للتعاملات التجارية والعلاقات السياسية ما بين الولايات المتحدة والصين، رغم عدم اعتقادي بأن جو بايدن وحكومة سوف يقومون بإيقاف أي إجراءات تم اتخاذها سابقا حتى لا يظهروا بأنهم يتخذون جانب الليونة مع الصين. لكن في نفس الوقت لا أعتقد أيضا بأن هناك المزيد من التجديدات الكبيرة خلال الفترة المقبلة، وذلك لحقيقة الاعتماد الكبير المتبادل للشركات الأمريكية على الشركات الصينية. فلا أعتقد أننا سوف نكون أمام انقطاع تام في العلاقات، رغم أن هنالك أعتقد ستكون إجراءات إن كانت احترازية أو بعض التجديد في طريقة التعامل مع تلك الشركات. طب سركيس، ما دمنا نتحدث عن هذا الموضوع، يعني بس مش باختصار، مين مستفيد أكثر، الشركات الأمريكية ولا الصينية؟ في الحقيقة نحن نتكلم هنا عن عمالقة التكنولوجيا، وإن نظرنا إلى عمالقة التكنولوجيا سوف نجد بأن الشركات الأمريكية الضخمة تقع في المقدمة. لكن لننظر الآن إلى الشركات الأمريكية نفسها، إن كانت شركات متعلقة في الصناعة أو أيضا في التكنولوجيا، لها علاقات مباشرة وإنتاجية أيضا داخل البر الصيني، وهذا يدل بأن أي تأثر في العلاقات التجارية الأمريكية الصينية، أو إن كان أيضا هنالك أيضا خلافات سياسية، قد يكون ذلك له تأثير سلبي. انتقال الشركات الأمريكية إلى خارج الصين قد يحتاج لسنوات من الآن، فهنالك العديد من الدول التي تحاول جذب الاستثمارات من الشركات الأمريكية مثل شركة أبل وغيرها من الشركات. لكن في نفس الوقت أعتقد بأن الظروف الحالية والفترة المقبلة من هذه السنة ترجح أن تبقى الشركات ذات إنتاجية داخل الصين. الانفصال، أو خلينا نحكي كطلاق تام ما بين الولايات المتحدة والصين، هذا أمر مستبعد حتى لو تكلمنا عن 10 سنوات أو 20 عام المقبل. الصين خرجت من جائحة كورونا، وشاهدنا اليوم بيانات اقتصادية أفادت بأن الصين هي أول دولة من الدول العظمى التي أثبتت الفي شيب، ما يسمى بالفي شيب أو التعافي الاقتصادي السريع ما بعد الركود. هذا يدل بأننا هنالك تحفيزات كبيرة، إن كانت من الحكومة الصينية وكذلك أيضا من البنك الشعب الصيني، وهذا سيدعم الاقتصاد الصيني داخليا أفضل، وهذا ما قد يبقي على أولوية الصين بالنسبة لعديد من الشركات الأمريكية. لكن من هو المستفيد الأكبر؟ باعتقادي التأثير سوف يكون سلبي على الطرفان، فلا يوجد رابح في حروب، ونحن نتكلم هنا عن تبعات حرب تجارية، وهذه الحرب التجارية لابد أن يكون هنالك خسائر من كلا الجانبين. لكن على
المدى الطويل ربما بالفعل سوف تستفيد بعض الشركات الأمريكية، لكن آخذين أيضا بعين الاعتبار بأن الصين حاليا تمتلك حصة كبيرة جدا من الصناعة التحويلية وأيضا الصناعة في العالم، فقد لا تكون الولايات المتحدة والشركات الأمريكية التي تصنع داخليا في الولايات المتحدة قادرة على مجرد ذلك خلال هذه السنة أو السنوات القليلة المقبلة. ساركيس شوبريان، محلل أول أسواق مالية عالمية في مجموعة أكويتي، كنت معنا من عمان، شكرا جزيلا لك.